بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 85. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا الحديث في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، بعمله الصالح، يعني بعمله الصالح والعبادة، لا يريد وجه الله وإنما يريد طمع الدنيا، فهو يطلب الدنيا بعمل الآخرة والعياذ بالله. فهذا هو الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ودعا عليه. ومن دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه خاسر ولم يفلح. هذا مما يؤكد على المسلم أن يخلص عمله لله، ولا يعمل العمل الصالح والعبادة من أجل الدنيا، هذا خسران مبين وخذلان والعياذ بالله. وهذه طريقة المنافقين، هذه طريقة المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. فهذا الحديث مما يؤكد على المسلم أن يخلص عمله الصالح لله عز وجل، ولا يريد به طمعا عاجلا، ولا يريد به الرياء والسمعة، فإن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، يعلم ما في القلوب، يعلم ما في الصدور، لا يخفى عليه شيء. عليه أن يخلص عمله لله عز وجل. نعم، أعيد من أول. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. تعس يعني هلك، تعاسة هي الهلاك. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. عبد الدينار، الدينار هو النقد المضروب من الذهب، هو النقد المضروب من الذهب، والدرهم هو النقد المضروب من الفضة. وهذه سكة العالم من الذهب والفضة، أو ما يقوم مقامه من النقود الورقية، فإنها تقوم مقام الذهب والفضة، يدخلها الربا ويدخلها أحكام الذهب والفضة، تجب فيها الزكاة
إلى آخره. نعم. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس. تعيس يعني هلك، معناه تعيس هلك، وهذا دعاء عليه من الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول مجاب الدعوة. المواجب على المسلم أن يخلص عمله لله. الدنيا لها أعمال خاصة والآخرة لها أعمال خاصة، فلا يجعل أعمال الآخرة لطلب الدنيا. فهذا الذي يفعل هذا مذموم وعمله حابط، إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا مما يحذر المسلم أن يلتمس الدنيا بعمل الآخرة، وهذا مقصد دنيء والعياذ بالله. عمل الآخرة يراد به الجنة من الله عز وجل، ويراد به رضا الله والتقرب إليه، ولا يجعل لطلب الدنيا. فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. نعم. تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. الخميصة كساء معروف يلبس، فإذا كان يطلب الخميصة والخميلة والقطيفة فهذا ليس له من عمله إلا الخذلان والبطلان والعياذ بالله. إذا كان يريد الدنيا، الدنيا لها أعمال أخرى، مكاسب، وجوه المكاسب التي البيع والشراء، الزراعة، يعني أعمال كثيرة لأمور الدنيا، وهذا مباح أن الإنسان يطلب الدنيا لا بأس. أما أن يجعل عمل الدنيا عمل الآخرة يجعله للدنيا، فهذا محل الوعيد الشديد، محل الوعيد الشديد. والذي يطلب الدنيا ليستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله يكون عمله من أعمال الآخرة ويؤجر عليه. نعم. تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. والخميلة هي القطيفة. نعم. إن أعطي رضي. نعم. وإن لم يعطى سخط. نعم. هؤلاء هذه صفتهم، عباد الدنيا هذه صفتهم، إن أعطوا من الدنيا رضوا، وإن لم يعطى من الدنيا سخط. فهو يعمل لأجل الدنيا، فهو عبد، عبد للخميصة، عبد للخميلة، يعني ليس عبدا لله عز وجل بمعنى أن يخلص عمله لله، يعبد الله بعمله، بل هو حسب ما نوى، حسب ما نوى. قال تعالى في المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني الزكاة، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله إنا إلى الله راغبون، لو قالوا هذا لأفلحوا وفازوا عند الله عز وجل. والرزق المقسوم لا بد أن يصل إلى الإنسان أبدا، كل نفس لها رزق قسمه الله عز وجل ولا أحد يمنعه. فعلى المسلم أن يحسن الظن بالله وأن يعتمد على الله وأن يجعل طلب الدنيا ليستعين بها على طاعة الله حتى يؤجر عليها. نعم. تعس وانتكس، وإذا انتكس أمره يعني
انكس أمره وحيره الله لا يدري أين يذهب. نعم. وإذا شيك فلا انتقش، دعا، هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هذا يصيبه الله بالعجز، يصيبه الله بالعجز فلا يخلص نفسه حتى ولا من الشوكة، يعجز أن يأخذ الشوكة من رجله أو من بدنه، لأن الله عاقبه وأصابه بالعجز. نعم. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. طوبى يعني الجنة أو شجرة في الجنة، لمن تكون؟ لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه. لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله عز وجل، والخيل من أدوات الجهاد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين، يعني وترهبون به آخرين، ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم. أشعث رأسه. طوبى. نعم. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة. أشعث رأسه، لا يفرغ أنه يمشط رأسه ويزين رأسه، بل يكون شغله بالجهاد في سبيل الله، ويكون رأسه مغطى بالغبار في سبيل الله. نعم. مغبرة قدماه. أشعث رأسه مغبرة قدماه من الأرض يسعى في سبيل الله. نعم. إن كان في الحراسة كان في الحراسة. نعم. وإن كان في الساقة كان في الساقة. لا يهمه أين يكون، يكون في المقدمة يقود المجاهدين، يكون في المؤخرة يساعد العاجزين ويتتبع المجاهدين يساعدهم، لا يهمه المكان، يهمه طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. إن استأذن لم يؤذن له. عند الناس ما له قيمة، ما معه دنيا ولا معه ولا له قيمة عند الناس، إن استأذن على الكبار وعلى الرؤساء وعلى الملوك لا يؤذن له، لأن ليس له أبهة وليس له مكانة وليس معروفا. نعم. وإن شفع لم يشفع. وإن شفع في شيء، يعني توسط في قضاء حاجة، لم يشفع، لم يشفعه الملوك، لم يشفعه الأغنياء، لم يشفعه الرؤساء. نعم. قال المؤلف رحمه الله: قوله في الصحيح، أي صحيح البخاري، قوله إذا قال في الصحيح يعني الحديث الصحيح، يشمل ما اتفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم، ويشمل من فرد به أحدهما، يقال في الصحيح. نعم. قوله تعس وهو بكسر العين ويجوز الفتح. تعس. نعم. أي سقط، والمراد هنا هلك، قاله. نعم. الحافظ دعاء عليه. نعم. وقال قاله الحافظ وقال في موضع، قاله الحافظ يعني ابن حجر في شرح صحيح البخاري. نعم. وقال في موضع آخر: وهو ضد سعد أي شقي. تعيس ضد سعد يعني شقي. نعم. وقال أبو السعادات، أبو السعادات بن الأثير صاحب النهاية في غريب الحديث. نعم. وقال أبو السعادات: يقال تعس يتعس أي عثر وانكب لوجهه. نعم. وهو دعاء عليه بالهلاك.
دعاء عليه من الرسول صلى الله عليه وسلم بالهلاك، ومن دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد شقي وخاب. نعم. قوله عبد الدينار هو المعروف من الذهب كالمثقال في الوزن، زينته درهم وثمن درهم. نعم، الدينار هو النقد المضروب من الذهب، والدرهم هو النقد المضروب من الفضة. نعم. قوله تعيس عبد الدرهم هو من الفضة، قدره الفقهاء بالشعير وزنا، وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية، وهو زينة 50 حبة شعير وخمس حبة. يقول الشارح رحمه الله، الشارح عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول عندنا هذا النقد يحتفظون به. نعم. وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية، وهو زينة 50 حبة شعير وخمس حبة. سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله، فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبوديته، كما هو حال الأكثر. نعم. قوله تعس عبد الخميصة، قال أبو السعادات هو ثوب خز أو صوف معلم، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة وتجمع على خمائص، والخميلة بفتح خميصة ثوب مخطط، معلم يعني مخطط، وكانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم خميصة. نعم. والخميلة بفتح الخاء المعجمة، قال أبو السعادات ذات الخمل، ثياب لها خمل من أي شيء كان. نعم. قوله تعس وانتكس، قال الحافظ هو بالمهملة، أي عاوده المرض. نعم. وقال أبو السعادات أي انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة. نعم. قال الطيبي فيه، قال الطيبي فيه، قال الطيبي، قال الطيبي فيه الترقي بالدعاء عليه، لأنه نعم من أخف إلى أشد. نعم. قال الطيبي فيه الترقي بالدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، فإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. قوله وإذا شيك، أي أصابته شوكة فلا انتقش، أي فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش. قال يصاب بالعجز فلا يستطيع أن يخرج الشوكة من جسده. نعم. أي فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش، قاله أبو السعادات. والمراد انتقش يعني استعمل المنقاش الذي يخرج به الشوك. نعم. والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب. نعم. ومن كانت هذه حاله، من كان همه الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، نوفي إليهم أعمالهم فيها. هذا مقيد بقوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، قيده بالإرادة، يعني أراد الله، قد يريد ولا يريد الله له ذلك ويحرم حتى من الدنيا يحرم. نعم. والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب. نعم. ومن كانت هذه حاله فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات من الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه وآجل آخرة وآجل أخرى. نعم. هذا دعاء عام يصيب كل من اتصف بهذه الصفة
إلى آخر الدنيا. ففيه التحذير من إرادة الإنسان بعمله، عمله الصالح يريد به الدنيا. نعم. قال شيخ الإسلام: فليحذر المسلم من هذا، إنه يستعمل أمور الآخرة لأجل الدنيا، هذه خسارة عظيمة. يتعلم العلم النافع من أجل الوظيفة، يعمل من أجل أن يعطى من الدنيا، عمل بعمل الآخرة. أما أن يعمل بعمل الدنيا لا بأس، لكن يعمل بعمل الآخرة، لا يريد الآخرة إنما يريد به طمع الدنيا، يطلب العلم لأجل الدنيا، يحج لأجل الدنيا، وهكذا. نعم. قال شيخ الإسلام: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم، وعبد القطيفة، وعبد الخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر، وهو قوله: تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح، لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. نعم. وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات. منهم يعني من المنافقين. نعم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله، وسخطهم لغير الله. نعم. وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه. تعلق برياسة أو صورة يعني عشق، يعشق الصور. نعم. وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. نعم. إلى أن قال: وهكذا أيضا طالب المال. كلام شيخ الإسلام من تيمية. نعم. إلى أن قال يعني الشيخ. نعم. إلى أن قال: وهكذا أيضا طالب المال، فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا ينبغي ألا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا هو عبد لهذه الأمور، ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإن منعه إياها سخط. يعني رضي على الله وسخط على الله جل وعلا. نعم. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحب الله ورسوله،
ويبغض ما أبغض الله ورسوله، نعم، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصا. انتهى من كلام الشيخ. نعم. قوله طوبى لعبد، قال أبو السعادات: طوبى اسم الجنة، وقيل هي شجرة فيها. نعم. ويؤيد هذا ما رواه ابن وهب بسنده عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. نعم. ورواه الإمام أحمد قال: حدثنا حسن بن موسى قال: سمعت عبد الله ابن لهيعة قال: حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وله شواهد في الصحيحين وغيرهما. وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا أثرا، له شواهد في الصحيحين، فلا يقال هذا من رواية ابن لهيعة، وباللهيعة معروف أنه ضعيف في الرواية، بل له شواهد تقوي. نعم. وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا أثرا غريبا عجيبا. قال وهب، وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا أثرا غريبا عجيبا. قال وهب بن منبه هذا من أحبار اليهود في اليمن، هداه الله للإسلام فأسلم، هو كعب الأحبار وهمام. نعم. قال وهب رحمه الله تعالى، وهب بن منبه وهمام بن منبه هؤلاء من أحبار اليهود في اليمن، من وكعب الأحبار، من الله عليهم فأسلموا. نعم. قال وهب رحمه الله تعالى: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، زهرها رياط، وورقها برود، وقضبانها عنبر، وبطحاؤها ياقوت، وترابها كافور، ووحلها مسك، يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل، وهي مجلس الخمر في الجنة، ما هو مثل خمر الدنيا خبيث، خمر الجنة طيب ليس فيه غول، يعني لا يغتال العقول، لأن خمر الدنيا تغتال العقول ويسكرون، أما خمر الجنة فهي طيبة، منزوع منها ما كان في خمر الدنيا من الآفات. نعم. يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل، وهي مجلس لأهل الجنة، فبينما هم في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة من ربهم يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب، وجوهها كالمصابيح من حسنها، ووبرها كخز المرعزي من لينه، عليها رحال ألواحها من ياقوت، ودفوفها من ذهب، وثيابها من سندس وإستبرق، فينيخونها ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. قال: فيركبونها. قال: فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش، نجبا من غير مهنة، يسير الراكب إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه: لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها، ولا ورك راحلة ورك الأخرى، حتى إن الشجرة لتتنحى عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه. قال: ف
فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه، فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وحق لك الجلال والإكرام. قال: فيقول ربنا تبارك وتعالى عند ذلك: أنا السلام ومني السلام، وعليكم حقت رحمتي ومحبتي، ومرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري. خشوني بالغيب ولم يروه في الدنيا، آمنوا به ولم يروه في الدنيا، فيتجلى لهم في الآخرة ويرونه عيانا بأبصارهم. نعم. ومرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري. قال: فيقولون: ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك ولم نقدرك حق قدرك، فأذن لنا بالسجود قدامك. قال: فيقول الله تعالى: إنها ليست بدار نصب ولا عبادة، ولكن الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء. الدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل. نعم. فيقول الله تعالى: إنها ليست بدار نصب ولا عبادة، ولكنها دار ملك ونعيم، وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة، فسلوني ما شئتم، فإن لكل رجل منكم أمنيته، فيسألونه حتى إن أقصرهم أمنية ليقول: ربي تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا، ربي فآتني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى: لقد قصرت بك اليوم أمنيتك، ولقد سألت دون منزلتك، هذا لك مني، وسأتحفك بمنزلتي، لأنه ليس في عطائي نكد ولا قصر يد. قال ثم يقول: اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال. قال: فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم، فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة، على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة، في كل قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهرة، في كل قبة منها جاريتان من الحور العين، على كل جارية منها ثوبان من ثياب الجنة، وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما، ولا ريح طيب إلا قد عبق بهما، ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة حتى يظن من يراهما أنهما من دون القبة، يرى مخهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء، يريان له من الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل، ويرى لهما مثل ذلك، ثم يدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له: والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له. وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزاد: فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم، فإذا بقباب في الرفيق الأعلى، وغرف مبنية من الدر والمرجان، وأبوابها من ذهب، وسررها من ياقوت، وفرشها من سندس واستبرق، ومنابرها من نور يفور من أبوابها وعراصها نور مثل شعاع الشمس، عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء، وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهوها نورها، فلولا أنه مسخر إذن لالتمع الأبصار، فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض،
وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر، وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر، مبوبة بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء، قوائمها وأركانها من الجوهر، وشرفها قباب من لؤلؤ، وبروجها غرف من المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قربت لهم براذين من ياقوت أبيض منفوخ فيها الروح، تحتها الولدان المخلدون، بيد كل وليد منهم حكمة برذون من تلك البراذين، ولجومها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت، سروجها سرر موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق. فانطلقت بهم تلك البرادين تزف بهم ينظرون رياض الجنة، فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة ربهم. فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم وما سألوا وما تمنوا، وإذا على كل باب قصر من تلك القصور أربعة جنان، جنتان ذوات أفنان وجنتان مدهامتان، وفيهما عينان نضاختان، مدهامتان يعني خضراوان، نعم، وفيهما عينان نضاختان، وفيهما من كل فاكهة زوجان، كما في سورة الرحمن، هذا في القرآن، نعم، وحور مقصورات في الخيام. نعم. فلما تبوأوا منازلهم واستقروا قرارهم قال لهم ربهم: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم وربنا. قال: هل رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا: ربنا رضينا فارض عنا. قال: فبرضاي عنكم أحللتكم داري ونظرتم إلى وجهي. فعند ذلك قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وهذا سياق غريب وأثر عجيب، ولبعضه شواهد في الصحيحين. نعم، طرف مما في كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. وقال خالد ابن معدان: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة، وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة فيبعث ابن 40 سنة. رواه ابن أبي حاتم. قوله: آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي في جهاد المشركين. قوله: أشعث مجرور بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف للوصفية ووزن الفعل، ورأسه مرفوع على الفاعلية وهو طائر الشعر، أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالإدهان وتسريح الشعر. قوله: مغبرة قدماه، هو بالجر، صفة ثانية لعبد. قوله: إن كان في الحراسة، هو بكسر الحاء، أي حماية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم. قوله: كان في الحراسة، أي غير مقصر فيها ولا غافل. وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال. قوله: وإن كان في الساقة، كان في الساقة، أي في مؤخرة الجيش، أي يقلب نفسه في مصالح الجهاد، فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا أو نهارا رغبة في رضا الله وطلبا لثوابه ومحبة لطاعته.
قال ابن الجوزي هذه صفة المجاهدين في سبيل الله. نعم. قال ابن الجوزي وهو خامل الذكر لا يقصد السمو. وقال يعني ما يهم يكون في الساقة أو في المقدمة أو يكون في الحراسة أو يكون ما يهم هذا، يهمها الجهاد في سبيل الله في أي مكان كان. نعم. قال ابن الجوزي وهو خامل الذكر لا يقصد السمو. وقال الخلخالي لا يقصد السمو، لا يقصد الارتفاع يعني. نعم. وقال الخلخالي المعنى ائتماره بما أمر وإقامته حيث أقيم لا يفقد من مكانه، وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. انتهى. وفيه فضل الحراسة في سبيل الله. نعم. قوله عيناني في الحديث عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نعم. قوله إن استأذن لم يؤذن له، أي إذا استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة، لأنه ليس من طلابها، وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواه. قوله وإن شفع بفتح أوله وثانيه، قوله لم يشفع بفتح الفاء مشددة، يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم لأنه غير معروف. نعم. وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. نعم. قال الحافظ فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع. انتهى. خمول والتواضع لله سبحانه وتعالى. نعم. وروى الإمام أحمد أيضا عن مصعب بن ثابت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قال عثمان وهو يخطب على منبره إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم، سمعت إلا الظن بكم. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرسوا يقول يعني الرأفة بكم. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرسوا ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. نعم. هذا فضل الجهاد في سبيل الله. نعم. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك قال عبد الله بن محمد قاضي نيصبين حدثني محمد ابن إبراهيم ابن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد الله ابن المبارك هذه الأبيات بطرسوس ووعده الخروج وأنفذها معه إلى الفضيل ابن عياض في سنة 77. قال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العباد. الحرمين هو الفضيل بن عياض لأنه يتعبد في الحرمين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعبد الله بن المبارك في الجهاد، يقول إن عملي أحسن من عملك يا عابد الحرمين. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خير الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا
ليس الشهيد بميت لا يكذب. قال: فلقيت الفضيل ابن عياض بكتابه في المسجد الحرام، فلما قرأ ذرفت عيناه فقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: نعم. قال لي: أكتب هذا الحديث. وأملى علي الفضيل بن عياض قال: حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. فقال: هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر، وتصوم فلا تفطر؟ فقال: يا رسول الله، أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله. أما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى يعني الباب. نعم. الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. أي ذم من يفعل هذا، من يريد الدنيا بعمل الآخرة. نعم. ثانية: تفسير آية هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. آية هود. نعم. الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. مع أنه مسلم فإنه يصاب في هذه الآفات، أنه يطلب الدينار والدرهم ويقصر في طاعة الله. نعم. الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. يعني تفسير كون عبد الدينار وعبد الدرهم أنه إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط، إذن فهو عبد للدينار والدرهم، يسخط إذا لم يعطى ويرضى إذا أعطي، ولا يسخط لأجل إنكار المنكر أو يرضى بالطاعة، وإنما همه الدراهم. نعم. الخامسة: قوله تعس وانتكس. نعم. دعا عليه بدعوتين: تعس أي خسر، وانتكس يعني انتكس على عقبيه فيتحير في أمره. نعم. السادسة: قوله وإذا شيك فلن تقش. يصاب بالعجز فلا يقدر أن يأخذ الشوكة من بدنه. نعم. السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. نعم. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان بالساقة كان بالساقة، وإن كان إلى آخره. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعطى طوبى، وهي شجرة في الجنة. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. يكفي، نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: النفاق هل يكون داخلا في الشرك؟ لا، النفاق والعياذ بالله أن يظهر الخير ويبطن الشر، هذا النفاق، أن يظهر الخير ويبطن الشر، هذا النفاق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أتينا إلى هذه البلاد المباركة للعمل في تدريس القرآن الكريم، سؤاله: هل يدخل هذا العمل في طلب الدنيا حيث إننا نتقاضى راتبا شهريا على هذا؟ لا بأس بذلك، وهذا شيء طيب. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فلا بأس بذلك، هذا عون على الطاعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هذا السائل يقول: هناك من يدرس ويحفظ القرآن في الحلقات لأجل أن يحفظ كتاب الله ولأجل أن يأخذ الجوائز المترتبة على ذلك، فهل هذا ممنوع شرعا؟ لا، ما هو ممنوع شرعا، الجوائز تعينه على تعلم كتاب الله وهي مما أباح الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أراد بعمله الصالح الدنيا فقط، فهل يعد هذا من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ لا، ما يعد من الشرك الأكبر، لكنه يكون خاسرا خسارة كبيرة إذا كان هذا قصده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء في الحديث: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يقول: ما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ يعني الروايات الإسرائيلية حدثوا بها، لأن فيها فائدة وفيها عبرة ما لم تكن مكذوبة، ما لم تكن مكذوبة، تعرفون أنها مكذوبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يدرس في الكليات الشرعية ويطلب العلم الشرعي رجاء الدنيا والآخرة، ما حكم هذا العمل؟ لا بأس بذلك، الدنيا تخدم الآخرة، ولو لم يأخذ من الدنيا ما استطاع أن يعمل للآخرة، الدنيا عون على طلب الآخرة، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف يستطيع المسلم معالجة نيته في عمل الآخرة فيكون لأجل الدنيا، كيف يستطيع أن يعالج ذلك؟ نعم، يستطيع أن يغير نيته من طلب الدنيا إلى طلب الآخرة، يستطيع أن يغير نيته ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا قدمت على وظيفة، إذا تقدم بعض السلف: طلبنا العلم لأجل الدنيا فأبى إلا أن يكون للآخرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا تقدمت على وظيفة وقبلت مبدئيا لكن لم يقسمها الله لي فحزنت على ذلك، فهل يعد هذا من السخط ومن العبودية لهذه الوظيفة؟ لا، هذا من عوارض النفس. ما في شك أن الإنسان إذا فاته شيء أنه يندم، وقد يكون الخير في فوات هذا الشيء، فعليه أنه ما يندم الندامة التي تفضي إلى اليأس، وإنما يرجو أن يعوضه الله خيرا من هذا الشيء الذي فاته. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاؤه عند قبره بالشفاعة في الآخرة يعد شركا أكبر؟ إيش؟ هل سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاؤه عند قبره بالشفاعة في الآخرة يعد شركا؟ دعاؤه بالشفاعة في الآخرة، كيف يدعو الرسول؟ لا، يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم شفع في رسولك وعبادك الصالحين، يطلب الشفاعة من الله، ما يطلبها من الرسول ولا من الصالحين، وإنما يطلبها من الله عز وجل، لأن الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا فتطلب من الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يقول بأن الصحابة رضوان الله عليهم
أخذوا العلم عن بعض أهل الكتاب ككعب الأحبار في أمور الغيب، فهل هذا صحيح؟ مش أدري عن هذا، يقول على الصحابة ما لا يعلم، أخذوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذوا عن أهل الكتاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: انتشر عند بعض الشباب أنهم يضعون مطاطا من البلاستيك في أيديهم على هيئة الإسوارة ولا يريدون به سوى الزينة ولا يعتقدون فيه شيئا، فما حكم ذلك؟ لا يجوز هذا، السوار إنما هو للنساء، الرجل ما يحط سوارة على يده، الأسورة للنساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول سؤال من خارج هذه البلاد، يقول: عندنا في بلادنا أرض جعلت مقبرة، فهل يجوز أن تغرس الأشجار على طول جدارها أو محيطها ليستظل بها الناس من شدة الحر؟ لا، جدار المقبرة يجرد من وضع الزينة عليه أو الكتابات، أو يكون حافظاً للمقبرة فقط، ولا يزين أو توضع عليه النقوش أو ما أشبه ذلك. وقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة لما سئلوا عن جدار مقبرة في الرياض، قالوا: نزين واجهة الجدار، فصدرت الفتوى بمنع ذلك، لأن هذا يفضي إلى تعظيم القبور. أي نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم؟ ثم يقول: وكيف الرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في العصر الحالي؟ الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في العصر الحالي وإلى يوم القيامة، الرد إلى سنته، الرد إلى سنة الرسول من الأحاديث الصحيحة. وأما قوله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هناك أشياء عامة للأمة أو لأهل البلد عامة لهم من ما هو مما يكرهونه من الخوف أو من تسلط العدو، هذا ما يسند إلى العوام، وإلى يسند إلى أهل العلم وإلى أهل الرأي من الأمراء والعلماء اللي يحلون المشاكل ولا يهرجون به الناس في المجالس، وإنما يرفع إلى العلماء، إلى الرسول في حياته، وإلى أهل العلم من بعده، من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى أولي الأمر من الذين يعالجون أمور السياسة ويعرفونها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إن زوجته ترفض لبس النقاب وتشتكي من صعوبة التنفس إذا لبسته، سؤاله: هل أفارقها لأجل هذا أم أني أصبر عليها؟ هذا ما هو صحيح، النقاب لا يمنع النفس، ما يمنع النفس، هذا كذب، تلبس النقاب وتلزمها بذلك توجبه عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما النصيحة لطلاب العلم وطلاب المنح الذين إذا انتهوا من دراستهم في الإجازة وذهبوا إلى بلدانهم لا يدعون الناس إلى عبادة الله وإنما ينشغلون بأمور دنياهم؟ لا يجوز لهم هذا، يجب عليهم أن ينشروا العلم والعقيدة الصحيحة في بلادهم،
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، هذه مهمتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل مات وعليه صيام شهر رمضان لم يصمه بسبب مرض الموت، ما الواجب؟ مرض الموت يقول، ما عليه شيء إذا أصابه المرض ولم يستطع الصيام، وما عليه الصيام إذا صار ما يستطيع ولا يقضى عنه. نعم. إذا مات فيه في هذا المرض ولم يتمكن من القضاء ومات في مرضه ما يقضى عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق في الحكم بين المستحل للمعاصي وبين المصر على فعل المعاصي؟ اي نعم، بينهما فرق. المستحل للمعاصي هذا عليه خطر من الكفر، واما الثاني اللي ما ايه مصر على فعل المعاصي، هذا اخف من الاول، اخف من الاول، لكن يخاف عليه من العقوبه ويخاف عليه من طمس البصيره وطمس القلب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يستدل الوجودية بهاتين الآيتين، وهي قوله سبحانه: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، على أن الله في كل مكان، فما التفسير الصحيح لهما؟ التفسير الصحيح لهما ما قاله المفسرون: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود. إله يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض، وليس ذاته في الأرض، تعالى الله عن ذلك، لكن معبود في السماء ومعبود في الأرض. والثاني: وهو معكم أينما كنتم، هو معكم بعلمه لا بذاته، معكم بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. نعم. فهي معية علم وإحاطة. المعية نوعان: معية عامة للناس كلهم، المؤمن والكافر وجميع الخلق، معية عامة معناها الإحاطة والعلم بأحوالهم وأعمالهم تصرفاتهم، ومعية خاصة لأهل الإيمان معهم بنصره وتأييده وإعانته، قال: إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى، يقول لموسى وهارون عليهما السلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: هناك رجل نصراني يعتقد بوحدانية الله وصحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم ينطق بالشهادتين، فهل يعامل على أنه مسلم؟ لا، ما يعامل على أنه مسلم حتى ينطق بالشهادتين: شهادة لا إله إلا الله، شهادة أن محمدا رسول الله، وإلا فالنصارى واليهود وحتى الكفار يقول الله جل وعلا: ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل آخر يقول: من أراد الإسلام فهل يجب عليه أن ينطق الشهادتين باللغة العربية أم له أن ينطق الترجمة؟ إن قدر على العربية ينطق بالعربية، وإما قدر ينطق بلغته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعرش والكرسي؟ لم يرد هذا، لم يرد هذا التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آياته سيجزون ما كانوا يعملون.
توسل إليه بأسمائه وصفاته ولا تتوسل إليه بمخلوقاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف التعامل مع أهل البدع أو مع المبتدع من حيث المعاملة في الدنيا والابتسام في وجهه والسلام عليه وغير ذلك؟ لا، إذا كانت بدعته مفسقة أو مكفرة فلا تنبسط معه ولا تجالسه، أما إذا كانت بدعته دون ذلك فمع المناصحة له والبيان له، إن قبل فإنك تجلس معه وإن لم يقبل فإنك تهجره إذا كان هجره يؤثر عليه ويسبب التوبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: امرأة نذرت إن شفى الله ابنها من مرضه وهو مقعد أنها تذهب إلى قبر البدوي وتزوره، يقول: وقد شفي، فهل يجب عليها الوفاء بالنذر؟ لا، هذا نذر معصية. من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، الذهاب إلى قبر البدوي والتبرك به هذا معصية ولا يجوز. قبر البدوي يعبد من دون الله، قبر البدوي معروف أنهم يعبدونه ويدعونه ويتبركون به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم لبس العقال المصنوع من الحرير الخالص؟ من الحرير الخالص للرجل. الحرير الخالص لا، ما يجوز للرجل يلبس الحرير الخالص، هذا للنساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا ألزم ولي الأمر الذي هو أبو البنت، إذا ألزمها بأن تخلع حجابها، فهل يجب عليها طاعته؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تطيع أباها ولا غيره في معصية الله، خلع الحجاب معصية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم خروج المرأة من منزلها متعطرة إلى المسجد أو إلى غيره؟ حرام عليها، حرام عليها أن تخرج إلى المسجد متعطرة أو إلى السوق ولابس لباس الزينة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تافلات، يعني لابسات لباس لا يلفت النظر، ليس فيه زينة، ليس فيه طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن معنى الكراهة عند السلف أن معناها التحريم؟ فإذا نعم، معناها التحريم، وهذا في القرآن، قوله جل وعلا الآيات في سورة الإسراء: مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآيات، ولا تفعلوا ولا تفعلوا ولا، ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. مكروها يعني محرما. الكراهية تطلق في القرآن وفي السنة على التحريم، وأيضا ما كان عليه السلف أن المكروه عندهم هو المحرم. عند المتأخرين صاروا يقسمون المعصية إلى قسمين: إن مكروه كراهة تحريم، أو مكروه كراهة تنزيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول أيضا: هل يوجد فرق بين كلمة هذا حرام وبين لا يجوز؟ لا فرق بينهما، فلا يجوز معناه أنه حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة على من انتحر؟ نعم. يقول: هل تجوز الصلاة؟ لا يصلي عليه ولي الأمر، لا يصلي عليه ولي الأمر، وأما غيره يصلون عليه. نعم، لأنه مسلم، وإن كان عاصيا هو مسلم يصلى عليه.
لكن ما يصلي عليه ولي الأمر وأهل الفضل العلماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم قول صدق الله العظيم عند انتهائي من قراءة القرآن؟ لا أصل له، هذا مما اعتاده الناس وهو لا أصل له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: اشتريت منزلا وكان بعض المال الذي اشتريت به هذا المنزل كان حراما، بعضه حلال وبعضه حرام، يقول: كيف تكون براءة ذمتي حتى يكون المنزل حلالا كله؟ إن كان هذا المال الحرام مغتصبه من أحد أو أخذه من أحد بغير طريق صحيح ترد عليه. أما إذا كان هذا المال الذي بنيت به البيت كسبته من حرام، من معاملات محرمة، من كذا، فإنك تخرج بمقداره ويوزع على المحتاجين، لا على أنه صدقة، وإنما على أنه تخلص منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تركب ما يسمى بالرموش الصناعية أو الأظافر الصناعية؟ لا، هذا حرام، لعن صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، هذا وصل، سواء بالشعور أو في الأظافر، هذا من الوصل المحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ هل المؤمن لديه شركيات؟ ما يؤمن أكثرهم بالله، هذا توحيد الربوبية، إلا وهم مشركون في الألوهية. الكفار يؤمنون بتوحيد الربوبية، إن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، وإنما يكفرون بتوحيد الألوهية. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك دعاء وارد يساعد المصلي ويعينه على زيادة الخشوع في الصلاة؟ أذكار الصلاة معروفة، أذكار الصلاة وما يقال فيها معروف، تأتي به والله جل وعلا يعينك على أن تعمل به وأن تتأثر به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل طلب العلم الشرعي في هذا الزمان يعتبر من الجهاد في سبيل الله؟ يعتبر من الجهاد في سبيل الله في كل زمان، العلم الشرعي طلبه من الجهاد في كل زمان، في هذا الوقت وفي غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يكفي في إسلام الشخص أن يشهد شهادة